مرحبا، أنا دكتورة نانسي محمود من عيادات كايا فرع العين. اليوم حنتكلم عن البوتوكس. كتير تكلمنا عن البوتوكس وإنه هو إيه بيعمل والمفعول بتاعه، لكن المراجعة بتاعتنا اليوم هي عايزة تسوي بوتوكس لكن مختلف شوية. إيه اللي فيه مختلف؟ إنه هي مش عايزة يكون ماسك فيس. يعني إيه ماسك فيك؟ إنه ما يكون في أي تعابير. هي عايزة يكون في تعابير، تقدر تتحدث، تقدر تتكلم، تقدر تضحك بكل الإكسبريشن، تسهر على وجهها. فبالتالي إحنا حنمشي وحنشوف إنه البوتوكس عملناه للمريضة بحيث إنه يكون في تعابير ويديها شوية نضارة على البشرة ويخليها more glowing at the same time في إكسبريشن. شي كان سمايل، ممكن تضحك، ممكن تتكلم عادي وبشكل أريحي جدا.